أورشليم الجديدة أورشليم المسيحية، في برية أو جبال فاران التي عاش فيها إسماعيل وأمه وأنبع الله لهم الماء فيها، المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها بشوق. سكانها بنو قيدار ذرية إسماعيل، هي بلد الأمين الصادق رئيس الخليقة، ليس فيها هيكل. هيكل سليمان في كل عظمته لا يعتبر شيئا بالنسبة للبيت الجديد. البيت الجديد شكله مكعب، المكعبة فيها حجر كريم تتزين بالإكليل والحلي كالعروس، يهابها كل من يناوئها ولا يدنو منها الرعب. عند الكعبة نبع ماء الحياة مجانا فيه شفاء، تفتح أبوابها ليلا ونهارا لا تغلق، تجثو عندها كل ركبة في الكون. تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس، لا يدخلها شيء نجس. أبناؤها أكثر من أبناء القدس، تضيق بسكانها والداعين فيها، يسجد الملوك أمامها ويلحسون غبارها، تزول الجبال والأكام ولا يزول إحسان الله وسلامه عنها. تتحول إليها ثروة البحر ويأتي إليها غنى الأمم، يجتمع إليها الناس ويأتون من بعيد، تضيق أرضها عن الإبل والغنم القادمة من الغرب والشرق. لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه، الكل عند البيت سواء في حرية التقرب إلى الله. مكتوب اسم الله على جباه أهلها، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يمتنع العباد حول البيت عن ما يصدر عن الطبيعة، يكون رأس الرجل عاريا والمرأة تغطي رأسها، ويلبسون من الحقوين إلى الفخذين ويجزون شعر رأسهم جزا، الإحرام والتحلل. ومن شك في هذا من مثقفي الغرب فما عليه إلا أن يشهد النقل الحي للتراويح أو الحج على الفضائيات، ويقارن بين ما يقرأ من الصفات وما يرى بأم عينه، ليعلم لماذا خاطب الله علماء ملته بقوله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويتذكر قول المسيح للمرأة السامرية حين سألت أي قبلتي بني إسرائيل أفضل، قال: صدقيني أيتها المرأة، تأتي ساعة فيها تعبدون الرب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. وإذا ثبت هذا فالأمانة العلمية وحرية البحث توجب أن يعاد النظر في كل النبوءات ويشك في كل التفسيرات، ولن نجد حينئذ أي صعوبة في التمييز بين الأمة المصطفاة الموعودة بنصر الله وبين الأمة الملعونة التي تقيم رجسة الخراب على أرض الأنبياء.